واللحظة نعود إلى الشأن الوطني. نتوقف بمدينة الدار البيضاء. السقايات العمومية أزيد من 400 نقطة وقيمة الاستهلاك تنعكس على الكلفة. الكلفة تصل سنويا إلى 3 ملايير سنتيم يؤديها مجلس المدينة. واليوم خطة في اتجاه الإغلاق التام للسقايات العمومية، والمرحلة الأولى انطلقت، كما سنتابع معك نادية اليوبي. هنا بأحد أحياء درب سلطان المجاور لسوق الغرب، اضطر الساكنة إلى طرق أبواب الجيران طلبا للماء بعدما أقدم مجلس المدينة على إغلاق السقاية التي يتزودون منها بالماء الصالح للشرب، إجراء شمل حوالي 70 سقاية من أصل أزيد من 400 عداد. مرش حمل عمل هذا بشير بعد العام وأنا ساكنة وأنا لقيتها هنا دلعوين، ما مرت سدات دلعوين، واللي طلبتي طلبي اليوم طلبي غدا نبودي زيته. ما عندناش باش ندخلوا الماء، هاكا يجوا عندنا بكل نهار كيجوا يعمروا، الصباح كنعطيوهم الماء في العشيه، بزاف خصهم يديروا شي حل للقضيات. يكلف استهلاك مياه السقايات العموميه مجلس مدينه الدار البيضاء 3 مليارات سنتيم، تؤدى لفائده الشركه المفوض لها بتدبير القطاع بمعدل سنوي من استهلاك الماء يقارب 61%. من هنا جاء قرار قطع التزود بالماء. يكون تدريجي. دونك هيك كمرحلة الأولى تقريبا واحد 70 حتى 80 عداد، اللي هو من أصل 300 ولا 350 عداد، على أساس أنه كنعلموا الناس، علمناهم بواحد تقريبا واحد 20 يوم، كنقول لهم ودي راه غنقطعوا الماء، سيروا دخلوا الماء. ما عنديش الماء في الدار، ما عندي لا ضو ولا ماء، قطعت بنيتي تيجيني غالي، ديري لي 1000 ريال البولة بنيتي، ما عنديش فلوس والراجل مهرس لي بنيتي. معظم ساكنات هذه الأحياء يلجؤون إلى السقايات للتزود بالماء منها نظرا لقصر ذات اليد، فمعظمهم لا يملك المال ليسد به رمقه حتى يشتري عدادا للماء والكهرباء. المجلس ما بقاش يقدر يخلص ديك 3 المليار. الناس اللي ما عندهمش، الناس العائلات الفقيرة وهذه بإمكانهم يمشيو دابا لليداك باش يدخلوا عدادات انفراديه وعدادات اجتماعيه اللي هي غتكون ما غتكونش بحال الاثمنه اللي عند العموم، وحتى هذيك المساهمه ديال الربط غتكون قليله وقليله جدا، ما كتجاوز تقريبا واحد 300 حتى 400 ديال الدرهم. الماء عنصر مهم في الحياة، بل هو حق مكفول لكل المواطنين. على الساكنة إذن استهلاكه دون تبذيره، وعلى المسؤولين إيجاد حل للأسر التي تجد صعوبة في اقتناء عداد.